كلها شكر خاص، شكر خاص لهنا الحماية والأمنيين الكل كل هنا سيكوريتي جنود الخفاء الصحفيين زاد ما حبوش يهضروا قدام الكاميرا. يعطيكم الصحة الناس الكل ويرحم وديكم الناس الكل، الجمهور العزيز الغالي يا 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 المكروه المكروه ما عنديش شكون باش نلقى المكروه ما تخسروش الفوخ يا فرحان برشا بوجودي لهنا، فرحان برشا بالناس اللي جاتني الكل اعمار الكل كبار صغار حفظ غنيه مروان اول غنيه لاخر غنيه مع مروان ما نجم يكون كان شرفني انا قبل ما تكون فرح مروان وكاو. والله يا خويا كلمه بركه باش نقولها لك راهو ماهيش ورقه وستيل وهي وكالكول. ان شاء الله يا ربي يوفقنا ولازم نكونوا صادقين باش نكونوا محافظين على المستوى هذا. لازمك تكون صادق، تكون صادق تقعد محافظ على اللي انت فيه توا الحمد لله وكذا. والله سامحني انا مانيش ساعة النطق الرسمي تاع رابرات، انا 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 حبيبي مانيش رابر، انا ارتيست انا ارتيست مانيش رابر، لكن نعمل راب، كنحب نعمل راب، نعمل راب. اللي عملته اليوم ماهوش راب، واللي عملته في المهرجانات الكل تورنيه كامل ماهوش راب، غنية برك عملتها راب. هذا طلب من عند الجمهور خاطر الغنية عملت توا قريب 5 ملايين اللي هي سنيني، وراب شونتي زاد مش راب راب. سينو انا قلت لك مانيش الناطق الرسمي نتاع الرابريت، ان شاء الله يعملوا لنا عباد معناها مختصه في الحكايات هذيا ومختصه في التشويه واللي مش تشويه واللي يطلع برابات. والله يا حلمي كما حلم اي شاب، حلمي انه العالميه ان شاء الله، حلمي نفرح امي ونفرح اصحابي ولاد حومتي الكل، على خاطر كي ننجح انا راه مانيش ننجح وحدي، راه باش ننجحوا الكل مع بعضنا. ان شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل، وان شاء الله ربي يعطينا القوه ونكونوا عند حسن الظن ونحطوا في قلوبنا وبكم انتم رانا نكرموا. دخله ما صارتش الحمد لله، والعباد توا تحكي على دخله انا فرحان بها برشا الحقيقه، وكانت الحقيقه مغامره، انا راه مغامره على خاطر ما طلبت من حتى امني، هم مشكورين الكل خافوا علي وحبوني نطلع معاهم. قلت لهم ليه ما نحبش تطلعوا معايا باش الجمهور ما يحسهاش، طلعوا زعما مع الامنيين زعما صحيت فهمت، طلعت وحدي، طلعت مع اصحابي اخواتي اللي كيف اليوم معايا. فماش تحضير معناها؟ لا لا فماش تحضير في الطلعه هذيك، ما فماش تحضير والله. هي قبل بجمعه الحقيقه، قبل بجمعه ما حبيتش نقول حد، جيتهم قبل بنهارين قلت لهم الاولاد راني باش نطلع نبدا اول غنيه من الكرادا. صدموا الحمد لله ربي وفقنا وريت محبة الناس. الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة FM.